وللحديث عن المغيبين قسريا تنضم إلينا عبر سكايب من لندن مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الدكتورة فاطمة العاني. دكتورة فاطمة، سلام من الله عليك. يعني أعداد لا متناهية من المغيبين قسريا من محافظات صلاح الدين والأنبار ونينوى وغيرها من المحافظات، لكن لنبدأ، من يقف وراء هذه العمليات المنظمة؟ نعم، السلام عليكم ورحمة الله. حياكم وحيا مشاهديكم الكرام. يعني بالنسبة إلى موضوع المغيبين قسريا، من يقف وراء هذا؟ يعني من الواضح تماما أن الحكومة العراقية بكافة قواتها الأمنية والميليشيات المنضوية تحتها هي المسؤولة الأول والأخير عن عمليات التغييب القسري، لأنه في الحقيقة هناك يعني شيئين متداخلين في هذا الموضوع. الأول هو عدم تطبيق القانون، وبالتالي اختفاء هؤلاء الأبرياء، وأيضا الانفلات الذي تتمتع به القوات الأمنية والميليشيات والصلاحيات المطلقة، وهذا ما اعترفوا به على ألسنتهم، ومن عمليات اعتقال إلى إعدامات خارج القانون إلى الكثير إلى التعذيب داخل المعتقلات، وأيضا تمتعها بصلاحية أن تقوم باختطاف الناس وتغييبهم ووضعهم في سجون لا يعرف أين هي، وهذه ليست من صلاحياتهم، هي من صلاحية وزارة العدل أو وزارة الداخلية، ولكن هذه القوات الأمنية وهذه الميليشيات باعتبار أن هناك لا يوجد أي قانون يضبطها وينظم تحركاتها، أصبحت تتمتع بمطلق الحرية في أن تفعل بما تشاء وفقا حتى لمصالحها وأهوائها الشخصية. وايضا طبعا لا ننسى ان هذه القوات تتمتع بالخضوع للاوامر الخارجيه من امريكا ومن طيب. ومن ايران، وبالتالي هي تحقق اهداف الدول دكتورة الخارجيه ولا تحقق اي نعم. دعيني لا اغادر هذه النقطه، يعني انت قلت الحكومه هي المسؤوله عن موضوع التغيير القسري، هل تسقط التهمه عن الميليشيات؟ لا، بالتاكيد هي الميليشيات هي أصبحت الآن هي المسيطرة على الحكومة، وهي التي أصبحت حتى صلاحياتها الآن أوسع وأقوى من الحكومة، وهذا باعتراف الحكومة وباعتراف الميليشيات. الميليشيات حتى أنهم قالوا أنهم لا تستطيع الحكومة أن تحل الميليشيات حتى لو أرادت ذلك. الميليشيات نحن نعرف جيدا أن من يدعم الميليشيات هي ليست فقط الحكومة العراقية، بل هي إيران، بل هي حتى أمريكا من خلال تصريحات المسؤولين الأمريكان، منهم القنصل في البصرة، حتى المتحدثون باسم التحالف الدولي عبروا عن في أكثر من موقف عن دعمهم، وقالوا أن وجود هذه الميليشيات تعتبر جيد في هذه المرحلة. يعني الميليشيات أصبحت تتمتع بصلاحيات تفوق القوات الأمنية وتفوق حتى سيطرة وخارج سيطرة الحكومة العراقية. طيب دكتورة، عمار جبر محافظ صلاح الدين يعني صرح قال بأن الحكومة تتعذر بعدم معرفة مصير أي من المغيبين قسريا، بماذا تفسرين هذا التصريح؟ نعم، بالتأكيد الحكومة ليست لها أي معلومات دقيقة حول هذا الموضوع. يعني هناك السجون السرية، أي معرفة الحكومة بهذه السجون؟ الحقيقة لا تمتلك ولا تستطيع أن تقدم حتى معلومات حول هذا الموضوع. هي لا تستطيع، حتى لو كانت هناك معلومات من قبل الأهالي أن هناك سجون سرية في مناطق كما افتضح الآن في محافظة صلاح الدين وفي ديالى وفي جف الصخر، أصبحت معروفة منذ فترة طويلة. أين تحرك الحكومة نحو هذه السجون من أجل أن تعرف هل فعلا هناك يوجد، وأن تقدم تحقيق حول هذا الموضوع وتعرف نتائج التحقيق؟ الآن حتى أصبحت الميليشيات يعني تغادر هذه المواقع بالمغيبين قسريا معها،
والحكومة لم تحرك لحد الآن أي ساكن من أجل معرفة مصير هؤلاء، وبالتالي أن تطمن أهاليهم أو تعطي معلومات حول هذا الموضوع، خاصة وأن هناك أرقام كبيرة يتم التصريح بها دون معرفة حقيقة الموضوع وحقيقة هذه الأرقام. الآن الحكومة العراقية ليست لها أي اهتمامات سوى مصالحها الشخصية، كراسيها ومناصبها طيب والمنافع التي نعم تدرها عليها هذه المناصب والفساد الكبير الذي دكتورة، من خلاله. نعم الحكومة يعني غضت الطرف عن هناك 250 ألف مغيب قسريا في العراق كما ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش. الحكومة غضت الطرف عن كل هذه الأعداد، لكن لماذا لا يتحرك مجلس المحافظة بهذا الملف، خاصة أنه يدعي تمثيل المحافظة وأبناء المحافظة؟ يعني مع الأسف الشديد كل الذين في مجالس المحافظات يعني معروفون كيف وصلوا إلى هذه المناصب، هم لم يأتوا على أساس تحقيق مصالح الناس الذين انتخبوهم، خاصة وأن عملية شراء المناصب معروفة أصبحت، ولكل منصب معروف كم ثمنه. بالإضافة إلى ذلك لن يأتي أي مسؤول في أي مجلس محافظة دون أن يكون له علاقة مباشرة مع الميليشيات، وأن يتمتع بثقة الميليشيات وأن ينفذ أوامر الميليشيات. ونحن شاهدنا كيف أن أحد السجون السرية في محافظة ديالى أحد المشرفين عليها هو رئيس مجلس هذه المنطقة. إذا كيف يمكن أن نثق بهذه المجالس وبصلاحيات هذه المجالس إذا كانت هناك لديها فعلا صلاحيات، أو بتنفيذها لوعود وخدمة المواطن إذا كانت هذه المجالس أصلا موجودة لخدمة الميليشيات وأهداف الميليشيات، ولا يمكن لها أن تتحرك إلا بأوامر من الميليشيات لأنها طبعا تخاف على حياتها بالتالي. نعم طيب دكتورة، برأيكم يعني بيد من يكون الحصول على إجابات شافية عن مصير المغيبين قسريا؟ من هي الجهة التي تصرح، يجب أن تصرح برأيكم؟ بإمكان الميليشيات أن تصرح عن مناطق عن مناطق المخفيين قسريا إذا أعطتهم إيران الضوء الأخضر، وإذا أعطتهم أمريكا الضوء الأخضر. هذا هو حقيقة الموضوع، لا يمكن العثور على أي شخص إذا لم تقوم الميليشيات بالإفراج عن هذه المعلومات، خاصة وأن الميليشيات أصبحت الآن بالإضافة إلى أنها لديها سجون سرية أصبحت الآن ترحل هؤلاء المغيبين من هذه السجون السرية وتنقلهم إلى مناطق أخرى غير معروفة. طبعا فهي تحاول أن تخفي الموضوع، وإذا حصلت أن هناك ضغوط وأن هناك اتجاه لأن يكون هناك تفتيش على أحد المناطق كما حدث في جرف الصخر من خلال التسريبات وما تنشره الصحف عن أن الميليشيات قامت بنقل جميع المغيبين قسريا والمسجونين في السجون السرية إلى مناطق أخرى. نعم أين هي دكتور. الحكومة؟ أين دور الحكومة؟ أين دور القوات الأمنية الحقيقية التابعة للحكومة؟ ليس لها أي دور، هي فقط تنفذ أوامر الميليشيات، وإذا أرادت الميليشيات أو إيران أو أمريكا نعم أن دكتور. تعثر على المغيبين وأن تقدم قوائم بهم، خاصة وأن المغيبين الكثير منهم تم تغييبهم بصورة انتقامية لأن بعضهم يعني له علاقة بأهداف إيران وأهداف أمريكا في المنطقة من التغيير الديموغرافي، وبالإضافة إلى الانتقام عمليات الحملات الانتقام المنظمة ضد أبناء السنة وغيرها من الأسباب. إذا ليس هناك أي معلومات عن نعم هؤلاء دكتور. المغيبين قسريا إلا بأمر الميليشيات وإيران وأمريكا. من لندن مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الدكتورة فاطمة العاني، شكرا جزيلا.